اسأل مجرب. طبيعة البرنامج ان احنا ننزل ونتكلم مع المزارع نشوف ايه اللي بيحصل في الارض، امسك الرملة بايدي واشوف التربة دي اخبارها ايه، نشوف الزرع ونتفرج عليه وعلى جماله وخلق ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة موجود معاكم في مدينة رشيد، مدينة الجمال، مدينة سياحية وزراعية بتشتهر بزراعة الموالح، الجوافة. لما يقول لك دي جوافة اعرف ان رشيد. لكن في السنوات الأخيرة حصل مشاكل كتيرة جدا بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في المياه، أدت إلى تراجع الإنتاجية خاصة في أشجار الجوافة. أنا النهاردة يشرفني الحاج حمدي، اتعرف عليك بالكامل بقى، اسمك ايه؟ حمدي عبد المنصور البرلاوي. احنا فين يا حاج حمدي دلوقتي؟ احنا في رشيد، في زمام رشيد. في زمام رشيد، في جامعة القضاة في زمام رشيد. احنا في جامعة القضاة في زمام رشيد، نتكلم مع الحاج حمدي عشان نشوف تجربته. بقى لك كام سنة هنا يا حاج حمدي؟ 18 سنة. ربنا يديك الصحة. الأرض اللي احنا واقفين فيها دي شافت مواسم كتير، 18 سنة بنتكلم عن الزراعة وعن الإنتاج. أول ما جيت هنا كنت زارع إيه وكان إيه وضع الأرض؟ زرعنا جوافة في الأول، ما خضار كده وبتاع، ما نفعش عشان نسبة الملوحة كانت عالية. بدأنا نزرع الجوافة واستمرت معانا 8-9 سنين. بدأت يحصل لها مشاكل، بتضعف، قلعناها، اشتلنا الأرض، اشتلناها وبدأنا نزرع حاجات تانية تحمل نسبة الملوحة. بعد 8-9 سنين، يعني بعد شهر 9 سنين، ابتدينا نقلع أشجار اللي هي زرعناها وهي شكلها، شفناها وهي بتكبر قدام عينينا. بتبقى غالية قوي عند المزارع، مستنيها توصل للعمر ده عشان تديله إنتاج. اللي حصل إن أنت قلعتها ليه؟ عشان بدأت تضعف بقى من نسبة الملوحة في الأرض وأمراض وحاجات ما احناش عارفينها. بدأنا بقى نغير عشان كده مش هنجيب مصاريف الأرض. ما حللتش المية؟ لا أنا ما حللتهاش، بس هي بالفطرة احنا كنا بنعرفه إن دي نسبة ملوحة، كانت الملح بيطلع على الأرض على وش الأرض. لما بتروي مية حلو البحاري بتطلع على وش الأرض، بنعرفه الملوحة. أيوه. احنا هنا قال لي معلومة حلوة، قال لي احنا بنروي مية بحاري، ولكن شايفك برضو مركب شبكة تنقيط. أيوة طبعا، التنقيط ده طبعا اقتصادي وبيوفر علينا كتير، بيوفر المية وبيوفر الأسمدة وبيوفر المعالجات بتاعة العفن حاج حمدي بيقول معلومة حلوة قوي يا جماعة، أنا لما أستخدم ري بالتنقيط أنا بوفر في المية، بوفر في عدد الساعات اللي بشغل بيها الموتور اللي بياخد كهرباء أو ديزل، وفي نفس الوقت بعظم الاستفادة من الأسمدة. بدل ما أنا بروي ري غمر وبياخد الأسمدة بتاعتي ويطلع بيها على الصرف الزراعي، بديله رأي بالتنقيط فبيستفيد من كل. أنا بسأل مجرب، برحب بحضراتكم مرة تانية. النهاردة أنا انتقلت معاكم في أكتر من جولة وأكتر من مكان، وصلنا دلوقتي لجمصة نشوف بعض المحاصيل اللي قدرنا نتغلب على مشكلة كبيرة جدا وهي ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وفي التربة. أوريكم النهاردة شجار المانجا أو شتلات المانجا، هنشوف الطماطم في مرحلة الشتل، هنشوف فلاح بيشتغل بيحب أرضه وبلده. برحب بيك، اسم حضرتك إيه؟ عبد الفتاح. عشت اسمك يا عبد. احنا فين بالظبط دلوقتي؟ حضرتك دلوقتي جمصة تابع لزيان وبلقاس. جمصة تابع لزيان وبلقاس، احنا في منطقة متوسطة شوية. لو جيت اقول بقالكم قد ايه بتشتغلوا هنا؟ هنا بقالنا 3 سنين. 3 سنين. احكي لي بقى طبيعة الأرض، أول ما جيتوا كان شكلها إيه وإيه الزراعات اللي أنتوا زرعتوها؟ أول ما جينا كانت الأرض طبعًا فاضية، مفيش حاجة، على الواطي صلحنا بالليزر. بدأنا نشتغل نفصل بقى تقسيمة الأرض. قلبنا الأرض، هي أرض رملية، أرض رملية طبعا. قلبنا، بدأنا طبعا زي ما انت شايف الخراطيم، شغل تجهيز على طول. زرعنا طماطم، طبعا ما كانش فيه الجهاز بتاع الملوحة. لما زرعتوا طماطم وما كنتوش، ما فيش جهاز ولا في استخدام لأي حاجة، الطماطم عملت ايه معاك؟ طماطم في حاجة اسمها عفن الصورة، اللي قطر الملوحة بينفع الحباية من تحت تقطع سودة. ما بيعملش نمو خضر عالي بالنسبه للملوحه، فبتكلف عليا في الزراعه اكتر، في مجهود تسميد كيماوي، شغل رش كتير. فطبعا الجهاز وفر عليا اكتر في بالنسبه للحاجات دي. طب انت كنت بتعمل ايه لما كانت بتظهر المشاكل دي في الطماطم؟ دايما بعالج بالكلسم. بالكلسم طبعا برضو ما بديش النتيجه الاعلى لان الملوحه اعلى. وانت جيت الفدان كانت بتديك قد ايه؟ والله مع الملوحه ما بتوصلش معايا 600 قفص. العدايه كام؟ تقدر تحسبها بالطن؟ العدايه 20 كيلو 22 يعني انت طن وربع كل القسم تعتبر. انت ليه تفكر انت بقى ان انت تستخدم تكنولوجيا؟ لما تابعت القناه على الفيديو الزراعي طلبنا طبعا شركه، فحصلنا معاهم فجبنا منهم 3 اجهزه. بقالك قد ايه بيشتغل بالاجهزه بتاعتك؟ سنتين. ايه اللي حصل في السنتين؟ فرق كبير طبعا، مش ملوحه، الملوحه خفت، هي موجودة بس هي موجودة في الأرض،
بس في تفتيت، هو بقول لك عباره عن تفتيت ملوحه بيخف بيدي نسبه التسميد اعلى للشجره يعني. فبتستفاد منها. قبل كده ما كانش طبعا، انت مهما تدي تسميد الملوحه بايه بتمنع الجدر ان هو يستقبل الملوحة. فحاليا دلوقتي الحمد لله يعني الى حد ما اعلى كتير يعني. هي المساحه قد ايه؟ المساحه معانا 30 فدان. جبت لهم ثلاث اجهزه، بقالهم قد ايه بالظبط؟ بقالهم سنتين. التحسن ابتدى او النتائج ابتدت تظهر عندك بعد قد ايه من تركيب الاجهزه؟ في نفس الزرعه. طيب معدل استخدامك بقى للاسمده والمضادات الاملاح اختلف؟ طبعا. كل 3 ايام بحط جيرك 25 جنيه، دلوقتي مثلا كل 10 ايام اجيب 5 جنيه. قلت معاك خالص؟ طبعا كتير. الانتاج زاد؟ طبعا. انت من الاول بتقول لي طن وربع تقريبا بالظبط. الفدان طماطم دلوقتي قد ايه؟ زادت يعتبر من 900 ل 1000 قفص. 1000 قفص العدايه؟ برضه حسب نوع الزرع يعني، فيه انواع انتاج عالي، في انواع طبعا ما بنستخدمهاش لان ضعيفه شويه يعني. هو برضو انا بحب المصداقيه عشان كده بتكلم مع المزارع. قال لي بتفرق كمان في نوع الشتله اللي انا هزرعها، يعني انا مش حكايه ان انا عالجت او ابتديت استخدم تكنولوجيا عشان اقلل من مشاكل ارتفاع نسبه الملوحه في المياه، لا ده انا في نفس الوقت لازم ازرع شتله كويسه جايبها من مكان معتمد علشان اقدر انجح بالزرعه بتاعتي. الطماطم اللي انتوا بتعملوها دلوقتي ده مرحله الشتله صح؟ المشتل كان بيختلف معاك لو نسبة الملوحة مرتفعة؟ شتلة المشتل نفسه؟ طبعا بيفرق في الشتلة، لأن بيوافق على الوضع اللي هي جاية منه. يعني هو احنا بنتكلم بكل صراحة، بننقل الحقيقة من على أرض الواقع، بقول له نسبة الملوحة كام؟ قال لي أنا ما قستش، بس جاري هنا بيقول 3000 جزء في المليون. أنا واقف في أرض رملية شايف إن احنا عندنا ناس عايزة تشتغل، شتلات مانجا، بيزرع طماطم، وايه تاني عندك غير كده؟ عندنا مانجا ودي جوافه حاليا، وزارعين زيتون على الشجر جنب الخضار. وايه اللي في الانفاق؟ بطيخ وبتاع اناناس. انت عندك كام بير هنا؟ بتروي الميه جايه لك منين؟ الميه من الترعه وترعه وبرده ملح. بس الترعه هنا لها مشاكل كتير بالنسبه للميه. طب انت ري بحري وبرده عامل شبكه ري حديث؟ طبعا الري الحديث بيريحنا بالنسبه للخضار بالتسميد اكتر. وبالنسبه للارض طبيعه الارض نفسها هنا ما ينفعش معاها الا كده ري حديث. الري الغمر في الاراضي دي ما بتنفعش. النهارده احنا بنتكلم على نسبه ملوحه تقتصر الى 3000 جزء في المليون، ارض رمليه، بنتكلم على محاصيل ابتدت تدي له انتاجيه ضعيفه، ابتدى يدور على استخدام العلم، قال لك انا شفت تكنولوجيا معالج المياه لشركه دلتا ووتر، ابتديت اجربه 30 فدان، ركبت 3 اجهزه، الانتاج عندي زاد. بشكرك، ربنا يوفقك.